الحمد لله بعد سنتين ديال افتتاح هذه المدرسة احنا مدرسة مغربية اخترت المنظومة الإنجليزية وطلبنا من الوزارة باش عطينا لوتوريزاسيون ديال هذه المنظومة وحقناها وخدينا لاكريديتاسيون ديال كامبريدج وعملنا علاقة مع 16 جامعة بريطانية اللي عطاتنا باش نديرو لا كلاس بريباراتوار والسنة الأولى الجامعية هنايا وآخر ما أخذناكم أكريديتاسيون هو سكون أبل بريتش سكول أوفرسيز يعني نفس ستاندار ديال مدرسة بريطانية في بريطانيا وهذه سيت اون هومولوغاسيون وهذا شرف لينا باش نكونوا مدرسة اللي عندنا هاد لومولوغاسيون الحمد لله هذا العام غادي يخرجوا 11 تلميذ غادي ياخذوا البكالوريا ديالهم وغادي يلتحقوا بجامعات في بريطانيا في الصين في كوريا في امريكا وكاين اللي غادي يبقى هنايا يعمل لا كلاس بريباراتوار في ويبقى في جامعات مغربيه عندي 20 جنسيه في المدرسه هذه وعندنا اكثر من 250 طالب فيها الجنسيات مغربيه بريطانيه امريكيه اردنيه فلسطينيه جزائريه ليبيه تونسية إريتريا إندونيسيا تركيا نعملوا ان تيست باش نشوفوا النيفو ديالهم باللغه الانجليزيه الا كان عندهم اللغه مزيانه كيباشروها ديريكت الا ما كانش كنقويو اللغه الانجليزيه في العام الاول ديالهم معنا دونك ما كاينش شي شروط صعبه باش تدخل وبزاف ديال الاطفال اللي ما قدوش يقراو في السيستم التراديسيونيل التقليدي اللي انه تراديسيونيل ما كيواكبش العصر في هذا باش نكونوا صريحين ما كيواكبش العصر لا لغويا ولا تقنيا دونك لازم احنا نغيروا التعليم باش يكون مواكب للعصر احنا عملنا ديجا شراكه مع ليسي مولاي عبد الله في الدار البيضاء وانا كنفتح الباب ديالي لاي مدرسه عموميه نعملوا شراكه معها واي حاجه وصلنا لها وبحيث عندي افكار كيفاش نشجعوا داك الشيء اللي كنديروه كيفاش نبسطوه ونديروه في مدارس عموميه لولاد الشعب اول مره جيت لهاد المدرسه كنت ايكول ياسمين كاليفورنيا قبل عاد لي صاحبي زياد هو اللي وصلني بهاد المدرسه جيت في الاول لقيت شويه صعوبات او نيفو ديال لونغلي وهذا وداك الشيء وكيفاش نتادابتا مع السيستم ديالهم وداك الشيء مي ابخي الحمد لله مع لي بروف كومبيتون داك الشيء عاونونا باش نتانتيغرا وهنا كاين واحد السيستم ديال القرايه ماشي بحال كاع لي زيكول كيعطوك بحال قلتي كتخدم على واحد لو بوت ماشي كل مره كتبقى مستريسي لا عندي هادي عندي هادي عندي هادي فهمتي دونك يا واحد الطريقه ديال القرايه كي مرخفه شويه وكتعاونك لا نفسيا لا فهمتي لا فكريا لا والو هذه المرحله دازت انا بالنسبه لي دوزتها فهمتي حيت هنا كيعطوك لا ليبرتي باش دير لي كور اللي تبغي ديرهم فهمتي تديرهم امتى فوقاش ما بغيتي وامتى ما بغيتش دونك انا دوزتهم قريت في الصيف دونك وساليت لي كور ديالي قبل الناس فهمتي وهذه هي الميزه ديالك بان انت حر تقدر دير اللي بغيت لندن اكاديمي اللي هي واحد المؤسسه اللي تحلات هذه عامين وما نكذبش على الله اول مره فاش جيت لهنا ما كنتش عارفه شنو سي كوا لو سيستيم وعلاش هادشي كامل علاش هاد المدرسه مختلفه الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول هي هاد المدرسه علمتني حاجه اساسيه اللي هي استقلاليه يعني لا كنت مستقل وكتعرف كيفاش تكون انسان كيقدر يخدم ويكبر ويطلع راسه بوحدو عرف راسك بانك فواحد السيستم مزيان ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد